أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. يطلع مركز الملك سلمان للإغاثات الإنسانية بأدوار كبيرة ومهمة أثناء الحرب في اليمن، يساعد النازحين، أيضا يقدم المعونات للمواطنين في المناطق المتضررة وأيضا في كل المحافظات في اليمن. من ضمن هذه المشاريع إنشاء مركز الأطراف الصناعية في مدينة مارب، والذي أنجز أكثر من 66 طرف صناعي لجرح الحرب خلال هذه الفترة الأخيرة. حول هذا الموضوع ينضم إلي رئيس المركز الدكتور خالد النخيف، نائب رئيس الدكتور عادل النخيف، نائب رئيس هيئة مستشفى مارب لشؤون الخدمات الطبية المساعدة. دكتور، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال، لكن نتكلم عن هذا المركز. المركز تأسس في مارب بدعم من مركز الملك سلمان، سهل المركز على المصابين العلاج بدلا من السفر إلى الخارج وتكلفة العلاج. يقدم المركز خدماته للمواطنين ولأفراد الجيش الوطني الذين فقدون أطرافهم بفعل الغام الميليشيا وأيضا بفعل إصابات الحرب. منذ بداية عمل المركز أي قبل أشهر أنجز أكثر من 66 طرف صناعي، وهو أيضا رقم كبير ويعكس الكارثة الإنسانية أو عدد الجرحى المهول في صفوف المواطنين جراء هذه الحرب التي فرضها الحوثيون على شعبنا اليمني. دكتور عادل، مرحبا. نعم، حدثنا عن أعمال هذا المركز للأطراف الصناعية. وفي الحقيقة المركز أنشئت ضرورة ملحة نظرا لكثرة الحالات التي أصبحت تظهرت من جراء الألغام الكثيرة التي يزرعها الانقلابيون في الأماكن التي ينسحبوا منها، وخاصة في الأماكن المدنية. وقد أنشئ وبدأ عمله في شهر أبريل تقريبا 2017، وبدأ بإنتاج الأطراف الصناعية بكثير من الحالات. وحقيقة العدد المستهدف حتى الآن والمسجل لدينا حوالي 350 حالة، وأنجز منها حتى الآن قرابة 102 حالة. نعم. عدد جرحى ربما هو مهول خلال هذه الفترة، يعني 66 حالة فقط أنجزتم؟ العدد المنجز حتى الآن 102 حالة إلى نعم. تاريخ البارحة. أهم الإمكانات التي تتوفر لكم، أيضا الاحتياجات هذا المركز؟ طبعا المركز هو إنشاء بدعم سخي من مركز الملك سلمان، وبعد جهود كبيرة جدا كان للأخ المحافظ الشيخ سلطان العرادة الفضل الكبير فيها بعد الله عز وجل. وقد أنشئ المركز بإمكانيات جيدة حتى الآن بإشراف أو تنفيذ منظمة أطباء عبر القارات، والكوادر الموجودة التي تقوم الآن بصناعة الأطراف وكذلك تدريب كادر محلي لكي يستمر المشروع على المدى البعيد، كوادر تركية وكوادر سورية. والمنتج حتى الآن جيد وممتاز يعني مقارنة بما هو موجود في البلد. نعم، الكادر السوري والتركي هل هو منحة أم دعم إنساني أم ماذا؟ هو المشروع بكامله دعم من مركز الملك سلمان، وينفذ عبر منظمة أطباء عبر القارات. وهذا الكادر التشغيلي وكذلك المبنى والمعدات والمواد الآن كلها ضمن هذا المشروع ضمن هذا الدعم. الكادر اليمني هل هو مؤهل الآن؟ كم عدد الكوادر التي تم تدريبها حتى الآن؟ هو الكادر سيحتاج تقريبا إلى قرابة 10 أشهر إلى سنة لكي يكتمل تدريبهم، ولدينا عدد حوالي 6 أشخاص منهم أيضا كادر نسائي، سيكون إن شاء الله خلال أشهر قليلة قادر على أن يتحمل المسؤولية ويقوم بتصنيع الأطراف الصناعية للذين يحتاجون إليها. نعم، أنتم كمركز ما هي الرسالة التي تودون توجيهها عبر هذه النافذة، وأيضا أهم الاحتياجات التي تحتاجونها لتفعيل عمل المركز بشكل أفضل؟ هو المركز لا يزال يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات لكي يطور من نوعية الأطراف التي يصنعها. فالأطراف التي نعملها الآن هي عبارة عن أطراف تجميلية، ما عدا بعض الأطراف التي تكون عبر المرفق أو عبر الركبة فيتم عمل مفصل صناعي. لا يخفاك أن هناك مراكز يعني أصبحت الآن تصنع الأطراف الهيدروليكية والتي تساعد على الحركة وتخفف العبء النفسي على
على المصاب، لأنه أكيد يعني عندما يحس أن طرفه مفقود سواء سفلي أو علوي يكون هناك أثر نفسي عليه، فهذا الطرف التجميلي يخفف من الأثر النفسي، ويحتاج المركز فعلا إلى دعم كبير مستقبلا لكي يؤدي خدمة، لأنه الآن يخدم قطاع واسع كبير جدا في محافظة مأرب وعلى مستوى إقليم سبا، كما تأتينا حالات كثيرة أيضا من محافظة تعز ومن إقليم تهامة، وهذا أيضا سيشكل في المستقبل عبء كبير يحتاج إلى دعم أكبر لكي يواجه هذه الصعوبات. دكتور، رسالة أخيرة توجيها عبر هذا البرنامج. نقول للانقلابيين أن يتقوا الله في هذا الشعب اليمني، والإصابات كثيرة خاصة بين الأطفال، وتأتينا أيضا حالات نساء، ونأمل أيضا أن يمن الله عز وجل على أمننا بالأمن، على بلدنا بالأمن والأمان، وتنتهي هذه المواجهات لكي تتخفف معاناة الناس في هذا البلد. نعم، دكتور عادل النخيف، نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب لشؤون الخدمات الطبية المساعدة، شكرا لك على وجودك معنا هذا المساء. أشكركم أنتم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حديث لمساء آخر، في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.